إذن هنادي، كما تحدثنا أنه في وقت متأخر من مساء الأحد دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ ضمن اتفاق هدنة بوساطة مصرية ينص على وقف إطلاق النار بشكل متبادل مقابل الالتزام بالإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن. وفي اليوم الثالث للعدوان على غزة تخطى عدد الشهداء الفلسطينيين 40، بعضهم من الأطفال والنساء، فيما سقط مئات الجرحى في القصف الإسرائيلي والذي استهدف عدة مدن في القطاع. ووسط هذه التطورات تبقى هناك شكوك لدى المراقبين السياسيين بصمود هذه الهدنة، وإن كان ما شهدته غزة في الأيام السابقة في جولة التصعيد الأخيرة كافيا كقربان للانتخابات الإسرائيلية في نوفمبر المقبل. كل ذلك طبعا سنناقشه مع ضيفنا الباحث والمحلل السياسي الدكتور ماجد عزام من إسطنبول. دكتور ماجد صباح الخير. صباح الخير دكتور ماجد. يا هلا، صباح النور. يا هلا، صباح النور. صباح النور لكل السادة المشاهدين. صباح النور لأهلنا في غزة، لأهلنا في فلسطين. دكتور ماجد، قبل أن نغوص يعني برأيك ومعطياتك عما جرى ويجري وسيجري في قطاع غزة، ما أهم منجز برأيك تضمنه هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه؟ يعني مرة ثانية صباح الخير لكم، صباح النور لكم السادة المشاهدين. أهم منجز أنه أوقف هذا العدوان الدامي، هذا العدوان الفظ، هذا العدوان الإجرامي. يعني تحدث يعني تخيل أنه في 6 ساعات كان 16 طن من المتفجرات، 16,000 كيلو في 6 ساعات في أول يوم، حتى نص الليل تقريبا خلال 6 ساعات أو 7 ساعات 16,000 كيلو من القنابل ألقيت على قطاع غزة في أول 6 ساعات. أهم منجز هذا الاتفاق أنه أوقف هذه الحرب الموجودة المجنونة، أوقف هذا الدم، هذا التنكيل، هذا الاستفراد بغزة. عندما نتحدث عن 44 شهيد في 3 أيام، 14 من 15 طفل، 4 نساء، يعني نصفهم من النساء والأطفال، ثلثيهم من المدنيين، حتى يعني كل اللي في غزة مدنيين، لكن بمعنى أنه الأقل من الثلث حتى من المقاتلين. أهم منجز أنه أوقف هذه الحرب، ويعني نتمنى السلام لنا في غزة، وأن يكون هناك الفرصة لاستخلاص العبر والقراءة الجيدة والقراءة والصريحة لما جرى، لاستخلاص العبر المناسبة منها. جيد أن نتوقف هذا العدوان اللي أكد مرة أخرى، يعني أهم أيضا ما جرى في 3 أيام الماضية أنه هذا الكيان هو فعلا كما قال مشيديان كقائم على حد السيف يستعد للحرب القادمة مجرد انتهاء الحرب الماضية، وأنه لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم أمام صم دولة، حتى لو يعني تتآكل صورة إسرائيل كدولة تستطيع أن تفعل ما يحلو لها. هناك محاسبة وصلت حتى البرلمانات، ليس فقط في الشارع، ليس فقط في المنابر الإعلامية، وأنه لا، إسرائيل لا تستطيع هزيمة الشعب الفلسطيني، لا تستطيع أن تفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني إلا إذا قتلت الشعب الفلسطيني كله. يعني أنا متذكر مقولة لأحد الجنرالات الإسرائيليين في الانتفاضة الثانية، أنه إحنا اعتقلنا خلية خليتين ثلاثة ضايل خلية من 3 مليون فلسطيني، كان عدد الفلسطينيين في الضفة وغزة أنذاك 3 مليون، الآن عدد السكان عدد الفلسطينيين حوالي 5 مليون. إسرائيل لا تستطيع أن تفرض الاستسلام ولا تستطيع أن تظل في تجاهل أو تكنس القضية الفلسطينية عن جدول الأعمال، لا المحلي ولا الإقليمي ولا حتى الدولي. نعم، طيب دكتور ماجد، يعني هناك من يقول إنه إنهاء هذه الجولة من الصراع سيعيد غزة إلى قواعد الاشتباك المعروفة، ولا خروقات كبيرة أو إنجازات ربما، أو ربما فرض لمعادلات جديدة من قبل المقاومة الفلسطينية. أنت أيضا تحدثت إنه ربما أهم منجز هو وقف هذه الحرب، ولكن ما الذي يترتب عليه بعد هذه الحرب، وما هي الضمانات؟ سنتحدث عنها لاحقا. أريد أن أسألك عن الدروس المستخلصة من هذه الجولة فلسطينيا وإسرائيليا. يعني الدروس المستخلصة فلسطينيا ربما إذا أردنا أن نختصر أنه لا حرب بدون حماس، يعني وفق القواعد أو المفاهيم اللي كانت سائدة أنه لا حرب بدون مصر، لا سلام بدون سوريا التاريخية العظمى، ليس سوريا الطائفية المتجانسة المفيدة للغزاة لبشار الأسد، لا حرب بدون حماس، وبالتأكيد أنه لا سلام بدون وحدة الشعب الفلسطيني وبدون تحقيق أماله الوطنية في السيادة والاستقلال وتقرير المصير. لكن أهم عبرة فيما يتعلق بغزة أنه لا حرب بدون حماس، وأنه لا يجب الذهاب إلى الحرب إلا بأوسع وحدة وطنية على مستوى الشارع، على المستوى السياسي، وعلى المستوى الميداني. وأنا كما قلت يعني
حتى مع التقدير لمباراة كرة القدم، هذه ليست مباراة كرة قدم لنقول أنها للنسيان، لكن هذا الاستخلاص العبر، والعبرة الأولى أنه لا حرب بدون حماس، العبرة الأخرى أنه غزة ليست في وضع يسمح لها بالحرب أو خوض حرب مفتوحة تقليدية أو شبه تقليدية مع إسرائيل. وبالتأكيد الخلاصة الأخرى واللي حتى يعني بنظر إلى الوراء ممكن استخلاصها من حرب العام الماضي والحروب التي سبقتها، تحميل غزة 2.5 مليون وهم محاصرين، وحتى الأمم المتحدة تقول أن مكان قابل غير قابل للعيش مع هذا الصمود، مع هذا الثبات، مع هذا العناد لأهل غزة، أنه لا يمكن يعني تحميل مهمة تحرير فلسطين أو إلقاء مهمة تحرير فلسطين على قطاع غزة على 360 كيلومتر مربع محاصرين بدون إسناد حقيقي من الخارج. لا يمكن إلقاء عبء تحرير فلسطين على غزة وحدها ولا على الفلسطينيين وحدهم كما تقول التجارب التاريخية في مواجهة الغزاة من التتار إلى الصليبيين. دكتور ماجد، يعني هذه الجولة من العنف والاعتداء على القطاع ليست الأولى ولن تكون بالطبع الأخيرة، لكن كيف تعلق على ما يقوله الإسرائيليون بالفصل بين الفصائل والساحات خلال هذه المواجهات الأخيرة، فيما الجانب الفلسطيني حركة الجهاد الإسلامي نفوا هذه الادعاءات؟ يعني أولا وحدة الساحات ليست بالضرورة، لا يمكن خوض معارك من قطاع غزة تتعلق بالأسرة، تتعلق بالضفة الغربية، تتعلق بالقدس، تتعلق بالتغويد، بالاستيطان، هذه معارك ماراثونية مرتبطة بحرب التحرير الماراثونية، ولا يمكن خوضها بشكل منفصل أو متقطع. وحدة الساحات بعمل سياسي فلسطيني بوحدة فلسطينية للميدان في الأقصى، في مواجهة التغيير الديموغرافي، التهجير القسري في القدس، في مواجهة الاستيطان والتغويد في الضفة الغربية، هكذا تتكرس وحدة الساحات بنظرة برؤية فلسطينية موحدة لإدارة الصراع مع إسرائيل. أما الحديث عن الفصل بين الفصائل أو دق السفين بين الفصائل تحديدا بين حماس والجهاد، هذا كان خطاب دعائي يعني جزء منه يعني أو جزء بسيط تحقق على الأرض، لكن أنا كما عرفت أمس وكما عرفت اليوم أن ستكون هناك نقاشات، ستكون هناك حوارات، وسيكون هناك محاولة لرهب هذا الصدع ولإفشال الهدف الإسرائيلي إذا كان حتحقق لأيام بشكل تكتيكي، لكن بالتأكيد سيفشل بشكل استراتيجي لأنه الواقع في غزة كما رأينا في التصعيد الأخير يفرض الوحدة بين الناس، يفرض التقارب بين الناس، يفرض الحوار بين الناس للخروج باستخلاصات موحدة ليس فقط ميدانية وعسكرية وإنما سياسية أيضا يعني. نعم طيب، إسرائيل تعيش فترة ما قبل الانتخابات، هل بتعتقد أنه لابيد وأنه غانتس قدموا بهالحرب أوراق اعتمادهم؟ بدقيقة واحدة لو سمحت. يعني هذا سؤال مهم. إسرائيل عادة تذهب إلى محاولة صبغ الأيادي بالدم قبل الانتخابات، هذا صحيح. بالنسبة لغانتس هو جنرال يعني وكان قاد قبل ذلك الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وكان رئيس أركان في الحرب 2014، وأيديه مخضبة بدماء الفلسطينيين وهو مجرم حرب. بالنسبة للابيد لا يمكن الجزم، يعني إذا كان لابيد تبنى في الموضوع اليمين يذهب إلى اليمين ويتبنى السياسات اليمينية، اليمين الأصلي ليس الأصيل، الأصلي الصورة عند الليكود. بالنسبة لابيد ربما اليوم يحاول أن يدعم انتخابيا جو بايدن بحديثه عن إدارته للمعركة أو للحرب، لكن بشكل عام صعب الجزم بعد 3 أيام وما جرى أنه سينعكس هذا انتخابيا لصالح لابيد، ربما لصالح غانتس يكون أكثر يعني. نعم، إذن الباحث والمحلل السياسي الدكتور ماجد عزام كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.